أماني أو في مخطط الأحلام يعني. يوم الأحد سوف تسمع وترى كل كلمة وهي بمراحلها التنفيذية وتواريخ التنفيذ والشكل الله. اللي هتسلم عليه. الله. وهذا هو، ولذلك أنا بقول للناس يوم الحد جاي بإذن الله ربنا يدينا العمر كلنا ونحضره، يوم مهم جدا في تاريخ المرحلة دي، هنشوف فيه حاجات حلوة.